السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حديث اليوم 11 من أيام شهر رمضان. أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان أنه شهر الصبر، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك يطيب لنا أن يكون حديثنا اليوم حديث الصبر، حيث أن الصيام هو صبر بمعنى حبس ومنع، يحبس الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والشهوة طوال النهار من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، ثم هو يصبر نفسه بعد ذلك على أداء التكاليف. فالرمضان ليس صياما، رمضان هو شهر فيه كل العبادات التي كانت قبل رمضان، لكن أضيف عليها صيام النهار وقيام الليل، قيام الليل بمعنى التراويح. أما القيام العام فهو في كل السنة، وهذا كان شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك قيام الليل في سفر ولا حضر ولا صحة ولا مرض صلى الله عليه وسلم، وكان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار سبحان الله. فأعمال الشهر هي أعمال صبر، الإنسان يصبر عن الجوع والعطش، ويصبر على التعب والنصب، إن الإنسان الجسم إذا أرهق بالنهار من الطبيعي أن يستريح بالليل، لكن يأتي الإنسان يقول نفسه لا سنقوم الليل، لأن القيام هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحد خصائص هذا الشهر العظيم المبارك، كما قال رسولنا: فرض الله عليكم صيام نهاره، وجعل رسولنا الأكرم قيام ليله تطوع. وهو صبر على المناكفات والمنغصات والشهوات وهذه الأشياء، لأن هناك صيام في الصيام يسمى بحفظ الجوارح، لا يترك الإنسان للسانه العنان، ولا لأذنه العنان، ولا لقلبه العنان، ولا لعقله العنان، ولا لعينه العنان. إنه تدريب خاص على التحكم في الأعضاء. لذلك هذا ما جاء في حديث سيدنا جابر عليه السلام، حينما كان رضي الله عنه حينما كان يتحدث عن الصيام، فقال: والصيام أن يصون سمعك وبصرك عن الحرام. يبقى هو يتحدث عن أنواع أخرى من أنواع الصيام غير الكف عن الطعام والشراب. هذا يحتاج إلى صبر يا إخوة. وحتى يستعين الإنسان فليعلم كما قال النبي أن الصبر ليس له جزاء إلا الجنة، هكذا قال ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع في رمضان المبارك أعمال كثيرة يوفى الإنسان أجرها بغير حساب. يصوم والصيام لله، وهو الذي يجزي به، يوفى أجره بغير حساب، الله هو الذي يعطي. يقوم الليل والقيام أجره عند الله سبحانه وتعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أجر بغير حساب. يتصدق الإنسان سواء الزكاة أو صدقة الفطر الواجبة، والله سبحانه وتعالى يتقبل صدقته بيمينه فينميها له، كما جاء في الحديث وكما قال ربنا في كتابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء فيأخذ الأجر بغير حساب. والصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويكفي يا إخواني وأخواتي من شرف الصبر أنه خلق من أخلاق الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى
حينما كان يخاطب نبيه قال له ذلك ذاك الكلام، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكر سيدنا أيوب عليه السلام بقول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان تجسيدا حيا، كان تجسيدا عمليا لهذا الصبر. فما من نوع أذى ولا ابتلاء إلا وتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعله الله سبحانه وتعالى للناس قدوة. مات لك الولد، مات كل أولادي في حياتي إلا السيدة فاطمة ماتت بعد وفاتي. مات لك الأب، لم يرى أبا. ماتت أمك، ماتت أمه وهو طفل. عمك، زوجك، خيض في عرضك، اتهمت بالكذب، بالسحر، سجنت، عذبت، اضطهدت، مرضت. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاهد في الله ما لم يجهد أحد، ولاقى في سبيل الله ما لم يلاقي أحد. ذلك يعني كيف الإنسان تضيق نفسه إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء من الكرب. ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم ابتلي بكل هذه الشدائد. يا إخواني، على الإنسان أن يوطن نفسه أن هذه الدنيا دار شو، متعة ونعيم أم دار ابتلاء؟ دار ابتلاء. فعلى الإنسان أن يرتب نفسه أنه طالما يعيش في هذه الدنيا فهي دار ابتلاء. إذا أتت بالنعيم فهو بلاء من الله سبحانه وتعالى، وإذا أتت بالشدة فهي بلاء من الله سبحانه وتعالى. كلا الأمرين بلاء. قال الله: نبلوكم بالشر والخير فتنة. حتى أن ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الإنسان في سورة الإنسان قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جعل صور هذا البلاء السمع والبصر. وجاء في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، سمى الكرم والنعمة بلاء فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس العطاء تكريما ولا التقتير والتقدير يعني مهانة، وإنما كليهما بلاء. فصاحب النعمة مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وصاحب المصيبة مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما أجمله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عجبه من أمر المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. المؤمن وحده فقط الذي وصل ما بينه وبين الله، كل ما يأتيه من الله سبحانه وتعالى كل أمره له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا إخواني، ما أجمل أن يأتي علينا هذا الشهر فنتعود الصبر، تعود أن نعيش صابرين محتسبين. نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أتانا من نعم، ونصبر على الضيق، ونصبر على ما رتبه الله سبحانه وتعالى من تكاليف الحياة وتكاليف الدين. ولذلك الصبر يا إخوة كما قال العلماء إنه صبر على المعصية، عن المعصية، الإنسان يحبس نفسه عن المعصية، وصبر على الطاعة، الإنسان يحبس نفسه أن يكون طائعا، وصبر على المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعطينا الصبر الجميل، ويوفينا أجورنا بغير حساب، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم،
والحمد لله رب العالمين. رحمة.